السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم صباح الأربعاء 15/7/1443 هجرية، رحلة الأربعاء زواج الخميس أرض أسفل بقعة تاليسلا، وأنا داخل الخان. هذا الخان أول ما بني البيت هذا بعد هدم، بني تقريبا 400 في 410/11، وأنا أول ما تجهز تقريبا أول محل أخذته هذا سويت أول نشاط تجاري لي، وأنا شغال بوزارة الزراعة وقتها، جيت من الوزارة من الرياض واشتغلت المديرية هنا، سويت هذا، سويت دورين، سويت الدرج هذا الدور الثاني مكتب فوق، وكان هنا كلهم حقين فضة، عبد الله الصومالي وآخرين، وهنا حتى سويت ملابس رجالي، هذا سويت ملابس رجالي، الباب الحديد والشغلات هذه، هذا سويت ملابس رجالي. طبعا اللي احبه كان خان القاضي، طبعا خان القاضي وخان البخاريه اللي فيه ملابس الرجال كله في الخان اللي على اليمين هذا. طبعا اللي حبيت اقوله هذا هذا من 1400، هذا اللبس، هذا اللبس الجوخ او ايش القماش، وهذا يجيد عمله ويتقنه اهل المغرب، طبعا هو مغربي، اهل المغرب وأهل الشام يجدون هذا النوع من خياطة البيطان والشغل والترتيب. هذا هذا عمره 30 عام، هذا عمره 30 عام، وزي ما هو على يخ الطول ولا خش ولا شيء، هذا طبعا يتغسل بالبخار، فيصير علاقة حميمة بين بعض الملابس عند الشخص، تجلس معاه ولا بيتركها ولا بيرميها، ويزعل لو واحد مسكها ولا يحاول يرميها من أهل بيته. سلام. كله كان محلات فضة، والآن ما شاء الله أعيد ترميمه وتنظيفه وتصليحه، كله أتصلح. كانت محلات فضة كله، هذا الخان كله بدأ فضة، وجواره خان طبعا هنا كان في كافيتيريا الله يرحمه الكردي على اليسار، وباقي كانت مستودعات وفضل تسير لحام، وهنا خان وهنا مدخل العمارة البيت، وهنا خان البخاريه وخان القاضي. قلتك في البعد يا سيدي على لسان كل الم...